في يوم الثلاث المذكور 3 أيام من ذي الحجة سنة 1256 عند الظهر، جانا الحاج عبد الله الضبع وقال لنا حضرة أفندينا أشقر علي باشا يطلب عليك، فتوجهنا إليه إلى السراي المعمورة ووجدنا عنده أحمد أفندي كاهية وفرح بينا وجاب لنا قهوة، وذكرنا أن أخبرونا عليك بأنك راجل طيب، والحال أنه أحمد كاهية أخبرنا بأنك تبعت إلى غريان بضايع ويجيبوا لك الزيت إلى آخر الرسالة. الشاهد من الرسالة هذه اللي يرجع تاريخها لأكثر من 150 سنة فاتوا، تتكلم عن القهوة والقميص قهوة وحضور الأصدقاء. أهني السؤال اللي يطرح نفسه، أمتى تأسست أقدم قهوة في ليبيا؟ شن هي القهوة هذه؟ شن اسمها؟ شن مواصفاتها؟ كيف كان شكالهم القهاوي؟ شن هم القهاوي أصلا؟ من اللي أسسهم؟ أهلين ومرحبتين بكم في حلقة جديدة من سلسلة ليبيا زي ما هي ضمن برنامج فسيفساء. في الحلقة هذه الجديدة حنتكلم عليه تاريخ المقاهي في ليبيا، موضوع بجديات مشوق، خصوصا أكثرنا يعتقد أن المقاهي هي من ضمن الأشياء الحديثة اللي وصلتنا مع الأوروبيين، وأنها طبعا حاجة عصرية جدا مع الطليان تحديدا. حنشوفوا أن تاريخ المقاهي في ليبيا في الغالب أقدم من تاريخها حتى في أوروبا نفسها. عموماً من الحاجات اللي ما يعرفوهاش هالبناس أن المقاهي في ليبيا كانت موجودة وأبوابها مفتوحة لعموم الليبيين، طبعاً اللي يقدر يدفع منهم، من القرن 17. بجديات راهو ما نبالغش لما نتكلم في الحاجات هذه، إحنا ديما نتكلموا بالوثائق وما نجيبوش حاجة من عندنا. والمعلومات اللي بنقولها لو تراجعوا لآخر الحلقة تلقوا يا إما المراجع أو الأشخاص اللي ناخد منهم أو الناس اللي لحقوا في الحالة زي هذه، مش أشخاص طبعا، كتب ووثائق. لما كان القرن 17 اللي هي 1600 وشوية ما فيش حد. خلي نخش في الموضوع مباشرة، موضوع القهاوي. في حادثة مقتل العثمان السجزلي، عثمان السجزلي ربما يعني نعرفوه انتو بالمدرسة متاعه والآخره، وعثمان السجزلي هذا كان إنسان طاغية عدب وروع وقتل ناسنا بشكل لا يوصف. بالأخص طبعا حادثة أوجلة ما زالت حاضرة في الأذهان، والعهد اللي أعطاه لهم بعدين خانهم وقتل أهلي. المهم حوادث تاريخية مهمة حنولولها في وقت تاني. المهم في حادثة ترجع تحديداً لعشرين نوفمبر 1622 وكان يوم سبت، يعني نقدر نوصله لأن الوثائق تسجل في الأشياء هذه. زي ما قلت 1662 وحطوا التاريخ هذا في ودانكم، يعني عفواً 1672، يعني أكثر من 350 سنة فاتت، وأنا متأكد أن القهاوي راهم أقدم من هذه، لكن للأسف هذا اللي موصلنا من المعلومات. يقول المؤرخ بن غلبون، هذه المعلومة اللي بنقولها لكم حدثت في هذا التاريخ. بن غلبون يقول في كتاب التذكار في مملكة طرابلس وما كان بها من الأخبار، يقول فلما كانت العشية في ذلك اليوم وهو يوم السبت واللي هو 29 من رجب 1083 طبعا هجري، 1083 هجري، ملأ أحدهم بندقيته وأطلقها بفم القهوة بسوق الترك. شوفوا هنيه اللي همنا في الموضوع هذا كله هي أن العثمان السجزلي موضوع الاغتيال، الانكشارية اللي داروا عليه انقلاب والغضب اللي صار، هذا ملخص القصة كلها، أن قهوة في سوق الترك. وكان أمتى هذا؟ زي ما قلنا قبل 350 سنة، 1672 في نوفمبر 1972. يعني تخيلوا معاي 1600 راهو نتكلموا عليه 300 واش سنة فاتت، كان فيه قهوة في سوق الترك. طب زي ما قلنا موضوع اغتيال السجزلي مش مهم لنا، اللي همنا هو هذه القهوة.
حادث الاغتيال هذه تدبرت في القهوة، يعني الجنود الساخطين كانوا في قهوة في سوق التروك لما قرروا ينحوه عن الولاية. والحادثة هذه مش حنأرخوا بها ونقولوا هي اللي وقتها تأسست القهوة، لكن هذه أقدم خبر وصلنا، بمعنى ممكن القهوة راهو احتمال كبير تكون تأسست قبلها بمئة سنة ولا أكثر. المهم القهوة هذه مشهورة وحتبان بعدين أن أعيان البلاد والجنود وإلى آخره يتلاقوا فيها، وهي مقر تدبير أكثر الانقلابات في ولاية طرابلس الغرب. زي ما قلنا حادث السجزلي هذه كانت أول ذكر مقترن بحادث تمرد الجنود العثمانيين والانكشارية ضد الوالي. بعدين فيه انقلاب ثاني ومقترن بمهزلة صارت في القهوة هذه متاع سوق الترك مرة تانية، وحنعرفوها عشان هي قهوة سوق الترك هذه وين مكانها. المهم قلنا القهوة هذه كان يدور فيها في المؤامرات وينحوا فيها ويحطوا في البشاوات زي ما يبوا. يعني القهواجي في اللغة العثمانية كانت تطفى يعني حرف الجي قبلها في نهاية أي اسم وتخلي منه اسم مهنة. المهم مكتب جي مكتب، مكتب جي مطبع، مطبع جي ياز يكتب يعني بالتركي ياز جي إلى آخره. فهمت المقصد. المهم القهواجي الشخص اللي مشرف على القهوة على الباريستا يعني نحو الباشا وحطوه هو الحاكم على طرابلس. الانكشارية تعفلقوا من الباشا، نحو الباشا حطوا في مكانه شكون صاحب القهوة، وهم أصلا كانوا في القهوة يتآمروا عليه الباشا. فهذه من الأحداث الغريبة اللي حصلت في طرابلس، يعني أهالي طرابلس الغرب مساكين، يعني قصص وحكايات هلبة يحكوا حتى على تارزي وغيره نصبوه الجنود مكان الوالي. طبعا القهواجي هذا مسكين أصيب بجنون العظمة وصدق أنه هو كان أنه هو أصبح والي وأنه حاجة كبيرة، مع أنهم هم اللي كانوا يحطوا وينحوا فيه زي ما يبوا. الحادثة هذه حتى هي الحادثة الثانية في 1710. لو ما صدقناش ان 1672 كان فيه كان فيه قهوة في طرابلس، زرنا حادثة أخرى مشهورة حتى هي وانشهر على خطرها الباشا اللي ندارها اللي هو عثمان الدرغتلي، اللي هو كان قهواجي أصلا في القهوة. سنة كم هذه؟ كانت 1710. يعني استمرار المقاهي في طرابلس من 1672 وحتى توه اللي هو 1710، وهذه المعلومات طبعا انقلها لينا النائب الأنصاري. النائب الأنصاري المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، وعلق عليه الطاهر الزاوي مفتي ديار زمان بقوله يعني القهواجي والتارزي وكل المهن الواطية كانت تعين حكام على طرابلس يعني امتهان أهالي طرابلس الأخير، وما أظن هذا هو كان السبب، ولكن كانوا يبوا يحطوا المسؤولية لحد وحد يقدر يتحكموا فيه. المهم موضوعنا واللي يهمنا هنا هو القهاوي، وهذه القهوة نفسها اللي ذكرناها بكري وبعدها بعقود مش طويلة تسكرت. القهوة هذه في العهد القرماني باش يمنعوا الانكشارية من القيام بعمليات انقلابية سكروها في فترة وجيزة بصرة في عهد أحمد باشا. حنشوفوا بعدين إن في عهد أولاده منهم يوسف باشا كانت مفتوحة. المهم النص يقول إن القهوة كانت في سوق الترك، وهذه غالبا اللي حنجوها اللي هي قهوة شيخ البلاد. هذه أقوى أكثر قهوة تكلموا عليها حتى بداية الاحتلال الإيطالي كانت موجودة، مع أنها تنعت بهذا الاسم، وزي ما بنشوفه بعدين يجتمع بها شيخ البلاد اللي هو اللي بعدين بيولي رئيس البلدية متاع مدينة طرابلس. المهم مع أنها انشهرت باسم شيخ البلاد، لكن طبعا الملاك متاعها مختلفين علاش يقولوا لها شيخ البلاد، لأنه كان يجتمع فيها شيخ البلاد مع الأعيان وإلى آخره. حنشوفوا أن الملاك متاعها اختلفوا من اسم لآخر على طول تاريخها، وهذا بنجوه. طيب قهوة سوق الترك أو قهوة شيخ البلاد هي نفسها كل ما يتكلموا عليها أو نتكلموا احنا عليها ولا كتب التاريخ ولا الوثائق راهي تتكلم عليه نفس الشيء، حتى نلقوها بمختصرة باسم قهوة الشيخ. على فكرة هي قاعدة لعند اليوم، راهو المحل موجود مش متهدم ولا صار له حتى حاجة، إلى اليوم موجود المكان، قاعد في مكانه نفسه في أولا طبعا محل صرف العملة. يعني لو تمشي لها اليوم حسب ما ينعتوا فيه يعني
صغير المكان مش كبير هلبة، لكن مع هذا بعدين لما بتكلموا على الوصف تبان انه هو كبير. هل هو تهدم؟ هل خشوا وقسموه الى محلين؟ هل كان فيه عمق واحنا ما نعرفوش؟ الله اعلم. المهم المحل ما زال يتسكر بالسرينتي الازرق الى اليوم. طبعا المفروض الدولة تحافظ عليه مكان كأثري زي هذا وترجع لحالته لولا من خلال الوثائق القديمة. راهو كل المعلومات اللي كيف كان شكله من الداخل عندنا، وانا حنقول لكم توه اللي لقيته من معلومات عليه، خصوصا انه كان زي ما قلت اول مقر لبلدية طرابلس على فكرة، سنة 1860 ولا بلدية طرابلس المحل هذا، واللي بنجوه في الحلقة متاع التنظيمات الإدارية والرتب في ليبيا عبر التاريخ. تعرفوا كيف من خلال النصوص اللي وصلتنا نعرفوا كان كيف كانت القهوة. طبعا من الطبيعي القهوة فيها قهواجي، زي ما قلنا في أواخر العهد العثماني الثاني نلقوا قصة مرتبطة بشوية حزينة، وسامحوني بالله عليكم لكن اللي بنقول القصة هذه مؤثرة شوية لكن موجودة وتحصل هذه الأشياء، راهو جدودنا مش منزهين والتاريخ هذا كان مش منزه. عرفنا اسم القهواجي اللي كان مشرف عليها. تقول القصة انهم اي الحرس العثماني جاهم خبر وجود طفلة بنيوتها صغيرونة هيك عمرها اقل من شهر محطوطة قدام جامع شايب العين. لقوه بنية صغيرة فقماطها قدام جامع شايب العين اللي هو في سوق الترك نفسه طبعا، والقهوة راهي ما هيش بعيدة على الهلبة عليها يعني. المهم الشيخ بتاع البلاد والأعيان حضروا وشافوا البنوتة الصغيرة وداروا تحقيقاتهم داروا كذا ما لقوش ما عرفوش اللي صار. المهم المحصلة القهواجي هنا تبنى البنية، القهواجي بتاع قهوة الشيخ تبنى البنية هنا وين تعرفنا على اسمه. يقولوا القهواجي في هذاك الوقت كان اسمه فيض الله التركي. يقولوا شن اسمه؟ اسمه فيض الله التركي. عرفنا اسمه القهواجي هذا من خلال رغم تكلمت عن القهواجي الأول اللي ولا حاكم البلاد الدرغوتلي هذاك عثمان الدرغوتلي، لا هنيه عبد الله التركي هو اللي ولا قهواجي، وحنولوا له على فكرة عبد الله التركي بعدين لما نتكلموا على قهاوي تانيات. نلقوا نصوص للعقارات متاع سوق الترك القديم تبين ان فيض الله التركي هذا اللي هو عفوا فيض الله التركي مش عبد الله التركي بكر قلت كان يملك المحل قدام القهوة كذلك، يعني يبدو انه هو كان عنده محل نول ولا حاجة زي هيك قدام المحل متاع قهوة الشيخ هادي. المهم احنا نعرفه اسم القهواجي فيض الله التركي كان يملك المحل قدام القهوة، و معلومة مهمة جدا كذلك راهو القهواجي اللي شد القهوة مش متفرق هلبة على العهد اللي كان فيه القدافي، لما تعرفوا وين القهواجي مش كلهم طبعا لكن استخدم بعضهم القدافي باش يسربوا المعلومات ويوصلوها للدولة، بالأخص القهوة اللي يقامزوا فيها المثقفين والناس اللي هو علية القوم إلى آخره، فالقهواجي طبعا يتصنت لكل حاجة ويوصل في الأخبار. المهم القهواجي اللي كان يشد بقهوة شيخ البلاد مش أي شيء شخص عادي، لازم يكون إنسان عنده مكانة رفيعة وموثوق به باش ما يعودش الكلام. طبعا هم العيال متاع البلاد وشيخ البلاد ما يبيش يعود الكلام، لكن من الجهة الثانية حتى الضباط وغيرها، ومن الجهة الثانية الباشا كان يستخدم فيهم القهواجية هذه باش يجيبوا له الأخبار وشين المؤامرات اللي تصير وتحاك. المهم من الأخبار اللي وصلتنا أن القهواجي كان يتعامل مع الباشا زي ما قلنا مباشرة ويجيب له الأخبار. المهم نلقوا نصوص هلبة على قهوة شيخ البلاد، هلبة نصوص موجودة مش حد يعني مقعمز وقاعد يوصف لنا فيها، لكن من خلال النص نلقوا معلومات. المهم يذكرها مثلا الفقيه حسن في المذكرات متاعه، ويعطينا فكرة كويسة كيف كانت القهوة هذه وكيف كانت القهوة الثانية. المهم من خلال النصوص نلقوا معلومات عليه مثلا الكراسي والطاولات. يقول في نحو من النصوص انهم يستوردوا فيهم من مالطا زي باقي القهوة بتاع طرابلس زي ما بنشوفوا. طبعا حنجوه النص هذا متاعه بالضبط، لكن من غير الطاولات والكراسي كان يجيبوا في المستلزمات متاع القهوة.
وخلي نبدو بأهم حاجة في القهوة، هي المكان اللي يديروا فيها للقهوة، اللي طيبوا فيها القهوة، اللي هي كانت تتسمى زمان تنحطك في غمرة من الغمار بتاع القهوة، وتكون طبعا في مكان قريب على الباب باش تطلع الصنة وتستجلب الزبائن، اللي تتسمى اللوجاك. اللوجاك هذا كانت تركية تعني موقد، يعني هو غالبا يكون ركن هيك في الحيط متجوف وتندار فيه العافية وينه بالبياض وإلى آخره، وكذلك في طريقة تندار فيها بالرملة، وفي طريقة نحط فيها المكرج، نحط فيها مباشرة من البكرج على الإقلام توا به. كان فيه طبعا البينة، كان فيه طارمة تنحط عليها أدوات الطبخ والفلاجيل اللي هي الفلاجين بكلام توا، والمكارج زي ما قلت. وعلى ذكر هذا ويخي فيه نص متاع يوسف باشا القرماني يتكلم على صندوق الأدوات متاعه، كان عندهم عالة خاصة بالقهوة، منها الكاشيك اللي هو هذا، طبعا الكاشيك هذا اللي معروف اليوم، والكلمة هذه راهي كلمة تركية. وكانت فيه كذلك غنجاية، على قولت ناس زمان غنجاية هذه، شوف فيها المعكوفة هذه وقصيرة، كانت واحدة خاصة بالشاهي وواحدة خاصة بالسكر. لو كان طبعا انت محظوظ تكون عندك واحدة مزخر فهكي وعليها الليرة العثمانية والى اخره وصانعين منها، وكذلك هادو المعوجات كانوا يعلقوا فيهم تعليق باش ما حد يمسهم، يعني يدير الطعمة متاع الفنجان هذا لو كليت به مثلا حاجة فيها زيت ولا حاجة فيها ماكلة، الطعمة متاعها بتأثر في القهوة، القهوة حساسة هلبة زي ما الناس اللي يشربوا في القهوة. المهم كان فيه غنجاية خاصة بالسكر وغنجاية خاصة بالقهوة. على فكرة الكاشيك راهي كلمة تركية، يعني الكاشيك كلمة تركية، وتنقال كذلك للملعقة الكبيرة هذه في التركية ينقال لها كواشيك شمشير، اللي هي الكواشيك هذه الراقية والمزخرفة وإلى آخره، كواشيك شمشير، وهذه كانت موجودة في ليبيا لوقت قريب يعني. والكاشيك الصغير زي ما قلت كان يتسمى غنجاية زمان، وهذه الكلمة على فكرة ما زالت مستخدمة إلى اليوم في العامية التونسية. العامية التمسية إلى اليوم يقولوا في كل كاشيك يقولوا له غنجاية، والأصل الكلمة كلمة أمازيغية قديمة موجودة حتى اليوم، الأمازيغ يستخدموا فيها التغنجاية بمعنى الملعقة. المهم وأغنجة هو المغرف إلى آخره. طبعا فيه اللي زي ما قلنا بكري المكرج بالميم متاع القهوة، وهذا غالبا طويل شوية وفيه خرطوم. طبعا هذه من ضمن الوحدات اللي يستخدموا فيها في القهوة، تكون واسعة، وهذا النوع متاع من القهوة يستخدموا فيه اللي هو قهوة الوجه يسموا فيها، المهم بيجوها في وقتها باهي، وفيها التعويجة هذيك الطويلة، وفيها النقطة. على فكرة راهو البكرج عالم بروحه كيف تشريه وأنواعه، وكيف يكون عريض من اللوطة شنو نوعية القهوة، لما يكون رقيق وطويل شنو نوعية القهوة. الفم متاعها ما عمركم مش لاحظتوا الخرطوم متاعها مفتوح شوية وفي زوز فتحات في الجنب، فيه اللي فيه حتى زي الفلينة تنحط من التاء من القدام، هذه قصدي في أفكار هلب احنا ما نعرفوهاش موجودة في العالم كله. على أي الحال القهوة هذه زي ما قلنا فيها أدوات، فيها اللي هم الفناجين النوعية هذه زمان اللي يصنعوا فيهم بالنحاس، الفناجيل متاع النحاس هذه طبعا ما عادش مستعملاتها هلبة، بس هذه فناجيل حقيقية أنا نفسي شريتها زمان من سوق الترك، ومن الحاجات القديمة قديمة هلبة قد ما درت باش حصلتها من صاحبها، عندي منهم ثلاثة بس. وطبعا في الفناجيل هادو اللي هم نستخدموا فيهم اليوم، اللي يندروا في الفخار ويجوا غالبا من إيران، ويجوا من تركيا، ويجوا من الشام والدول هذه. على فكرة أنا حاط فيها حبات قهوة، أنا الموضوع متاعي مش القهوة اليوم، الموضوع متاعي اللي هو القهاوي متاع ليبيا، بس والله نحب الريحة متاع القهوة على أي حال حتى قبل ما تنطبخ. من الحاجات اللي نلقوها في القهوة كذلك الفرمانات، لما يعلقوا فرمان كان متاع الباشا ولا تخص تنحط في الحيط متاع قهوة الشيخ هذه، كانت من الأماكن الرئيسية اللي يعرفوا الناس لو كان في فرمان جديد في حاجة جديدة يمشوا لقهوة الشيخ، وهذه بنصوص مذكورة يعني، ومرات معلقة أكثر من واحدة، وكذلك سمعنا أو لقينا نصوص عليه أوراق تتكلم على تغييرات العملة، وانا تكلمنا في حلقة العملة في العهد العثماني الثاني، العهد العثماني عموما العملة تغيرت 37 مرة، وكل ما يجي والي جديد بيغيرها باش يكسب منها فلوس، وقصة حزينة على أي حال. وعلى فكرة حتى البراح الشخص اللي برح اللي هو يقولوا له الطاولجي زمان،
الطاولجي. الطاولجي كان يجي ويعلي في صوته، يمر بيسوق التروك، ومن الأماكن اللي يوقف فيها ويعاود يوقف فيها ويدور ويولي لها هي قدام قهوة الشيخ هادي. القهولجي طبعا هو متاع الإعلانات زي ما قلنا، ويبدأ يبرح ويناتي بصوت عالي باش يسمعه الناس اللي داخل القهوة مع الدوشة اللي يديروا فيها، أو أنا لما تكون في القهوة كل واحد يسمع التاني. على فكرة الطاولجي اللي تكلمت عليه وسمعتكم صوته هنا باللغة التركية في الحلقة متاع الموسيقى الليبية. المهم قلنا هني القهوة فيها كراسي وطاولات وغالبا مستوردة من مالطا، وفيه نص عندنا موجود يتكلم عليه الطاولة والكراسي المستوردات من مالطا. في نص يتكلم عليه تقريبا بيع بقر أو كذا لمالطا 5 بقرات وجابوا بدلهم كراسي وكذا لحد القهاوي. على فكرة من ضمن الأشياء اللي تصير في القهوة هذه من شهرتها وأهميتها كان يجتمعوا فيها بشكل دوري أعيان البلاد، الجيش، البحارة إلى آخره، ومن ضمنها القناصل الأجنبية. وياخي فيه نصوص تتكلم عليه نزاعات صارت حادة داخل القهاوي هادي واتفاقات تهم البلاد لدرجة كبيرة جدا واتفاقيات عسكرية والآخره. وزي ما قلنا في البداية وانا تكلمنا عليه انقلابات عسكرية صارت ضد الوالي في الأيامات الأولى متاعها قبل وانه ما يجي العهد القرماني الأول أحمد باشا، عهد القرماني عفوا مش الأول أحمد باشا، وسكر القهوة هادي وبعدين عادوا فتحوها من جديد. وعلى فكرة من النصوص، واني هذا علاش درت حطيته لها أوراي العود، القهوة هذه وصلتنا نصوص انه كان فيها ليالي طرب رمضانية، وفي احد النصوص تتكلم عليه حفلة في رمضان يحيي فيها الحاج أحمد محسن. طبعا ما نعرفوش شكون هو اليوم، ما عندناش اي معلومه شكون هو احمد محسن. هذا يبدو انه هو من المغنيين اللي قدم في طرابلس، حتى لما راجعت كتاب عريبي عن الفن والمسرح في ليبيا ما فيش ولا معلومه عليه. لما ذكر الفقيه حسن يقول الحاج احمد الحاج احمد محسن شيخ محروس طرابلس، هو وبشموط وجماعته. بشموط يبدو انها هي فرقه موسيقيه يهوديه، او ربما مش شرط تكون يهودية بس غالبا نقول يهودية لأن أغلب الفرق الموسيقية في ذلك الوقت كانت يهودية. يعني هو وبشموط كان يحيوا في حفلات موسيقية في القهوة هذه، وهذا راهو التقليد هذا استمر مدة طويلة يعني بعد حتى أحمد محسن. هذا فيه مغنيين هلبة تكلموا عليهم حتى في العهد العثماني الأول وبداية العهد الإيطالي. أخبار المغنيين من الرعي الأول، يعني عندنا أخبار مثلا حميد الباروني. حميد الباروني هذا من مغنيين بتاع طرابلس المشهورين في هذاك الوقت، وذكروه أكثر من مؤرخ. أصله من نفوسة، كان كفيف وكان عنده صوت جميل ويعني ويطرب في مقاهي طرابلس واللي بنجوه في وقته. المهم أن العادي هذه ما انقطعتش لا عند ما خش الجرامافون واللي بنجوه حتى هو، ونتكلم على أول قهوة في طرابلس دخلت الجرامافون بدل ما تجيب المغنيين. واستمر بعادة جلب المغنيين للمقاهي الطرابلسية، راهي عادة قديمة هلبة وموجودة يعني في التاريخ الطرابلسي. اللي بنقوله باختصار ان القهوة هذه من ضمن الاشياء اللي فيها كان فيه حلقات غناء ويجيبوا فيه كذا، وبالاخص في رمضان. المهم وينقلنا الفقيه حسن في اليوميات متاعه في بعض النصوص تكلم عليه كذلك حكواتي، وهذه حاجة طبعا مفقودة اليوم ومعاش موجودة، لكن نشوفوا فيها في الأفلام الأجنبية السورية وغيرها، أو حتى في ليبيا كان في حكواتية، والحكواتية كان فيهم أسماء مشهورة. ياخي نعرف حتى اسم الحكواتي اللي كان يحكي ويرفع على الناس في ليالي رمضان في هذاك الوقت. نتكلم هنا راهو 1830 إلى 1870، عفوا 1800 إلى 1830، 1870 بعدين لما نتكلم على حاجة تانية. علية حال الحكواتي اللي نعرفوه زمان اسمه سيدي أحمد الفداوي، الله أعلم إذا كان هو طرابلسي ولا جاي من كنتابي، لكن نعرفه سيدي أحمد الفداوي هذا. إن الحكواتي هذا كان معاه من يضرب حتى على آلة الآلة،
يقول النص انه هو كان يحكي وكان معاه من يضرب على الآلة، يبدو باش يهيئ الأجواء، واحد يعزف على آلة موسيقية ولا يضرب الطبل ولا يدير حاجة في حالة حرب في حالة الآخره، يعني زي ما نديروا الموسيقى التصويرية الآن في الأفلام. والغالب المقصود بالآلة الآلات الموسيقية، هو ما حددش الاسم تاعها بالضبط يعني. ونعرفوا حتى شن كان يحكي بالضبط، يقول الفقيه حسن في نص ثاني غير النص الأول يتكلم فيه على الآلة، في يومياته عاود جي الحكواتي، يعني بعد ما حكى لهم يبدو في المدة الفاتت عاود جي تاني وحكى لهم حكاية محمود بن أبي برص وقصة سيف الأزل. طبعا هذه الطريقة اللي كتب فيها عشان اسمها، لكن هو غالبا تحريف أو النطق الليبي لهذه الأسماء، محمود بن أبي برص وقصة سيف الأزل. طبعا هنا تحريف زي ما قلنا، سيف بن ذي يزن، والأولى الظاهر ببرس، محمود الظاهر ببرس. المهم الشاهد أنه في الحكواتي يجتمعوا والحضور يسمعوا له. طبعا الحكواتي كان يدير في تشويق، ومرات في يده سلاح ولا حاجة يحط مثلا حاجة بين يديه ويقعد يشرح لهم ويمثل بها. فتعرفوا كيف خليني أحكي لكم الطريقة اللي يحكوا فيها الحكواتي، هي وجزء من القصص اللي يحكوا فيها. قال لك فلما بلغ الخبر الأتابك، الأتابك هو رئيس الوزراء، قال من منكم ضربه الضربة الأولى؟ قال ببرس أنا، هو أنا من ضربه. قال الأتابك أنت الحاكم بدلة. يعني الشاهد اللي بنقول أن القصص والحاجات هذه كانت في قهوة الشيخ، وكانت حتى في القهوة اللي في طرابلس لعند وقت قريب. على فكرة يعني القهوة نفسها لعند وقت قريب كانت تجينا من تركيا، من اسطنبول يعني، وغالبا جينا طازة جهة، هي طبعا اسطنبول طازة من اليمن وأثيوبيا، وهم يحمسوا فيها ويديروا فيها بالطرق المعروفة بها. وبالنسبة للجزيرة العربية لعند تو على فكرة يشربوا في القهوة من غير سكر، ويشربوا فيها خضرة، ما يحمسوش فيها بالطريقة الأولى هذيك. لو حد منكم شال السعودية ولا دول الخليج، القهوة متاعهم تمول للخضرة في اللون متاعها، ويدفوا لها في حاجات حتى هم، لكن السكر مش من ضمنهم. الليبيين لما يمشوا عند الخليجيين يبوا يشربوا عندهم القهوة، يلقوا القهوة متاعهم مرة يعني هلبة. المهم الأتراك هم اللي يضافوا لها السكر زي ما نعرفها اليوم. ولما ندير حلقة الشهي حندير حلقة على دخول السكر لبلادنا، وكيف كانت فيه محاولة لزراعته، وهو موضوع جدا شيق، موضوع السكر وعلاقته بليبيا. المهم سامحوني معلومة جانبية، أنا لقيت أكثر من نص يتكلم على استجلاب القهوة من مالطا، والأمر جدا غريب، لأن الأستانة الدولة العثمانية كانت أول بلد يصدر القهوة للعالم. يعني الأستانة عرفت، العثمانيين عرفوا بالقهوة متاعهم. مش قلت لكم في أوروبا، أو حتى في لما تمشي لأي قهوة في حديثة تقول لك do you need Turkish coffee، ونجبحوا في دعايات على التركيش كافي. فالأمر قصدي غريب جدا أن الليبيين يستوردوا في القهوة من مالطا، ما عرفت شن السبب. يا أخي فكرة المقهى جت أصلا من العثمانيين أنفسهم، وأول قهوة اندارت في العالم، وهذا مش كلاميني، كلام الموسوعات وكلام المؤرخين من آخره. في نص نلقوه يقول أن القهوة تأسست سنة 1555 في إسطنبول. نلقو هذا النص عند المؤرخ العثماني إبراهيم باجوي، أو يا باجوي، وكانت تسمى كهفة خانة، كهفة خانة. لكن في من يعترض ويقول أقدم قهوة كانت في دمشق. أنا حقيقة ما عنديش نصوص لهذا، يقولوا أن عصر المماليك هو العصر اللي تأسست فيه القهوة. وياخي في حتى طبعا كل واحد بينسب هذه الموضوع لنفسه، في حتى اللي يقول تأسست أول قهوة في الحجاز في مكة تحديدا، لكن تاريخيا القهوة كان العلماء يحرموا فيها بشكل قطعي. يعني بإجماع العلماء زمان كانوا يحرموا في القهوة، فكونها في الحجاز وفي مكة حاجة محرمة ويفتحوا قهوة في العصور القديمة هذيك أمر هيك شوية مستبعد. لكن مرة كان حد عنده نص يبعته لنا، أنا نفسي ما عمري لقيت نص، لقيت كلام عايم هيك وخلاص على قضية المماليك وعلى قضية مكة والحجاز وإلى آخره. لكن فيه استثناء راهو، حتى في التحريم فيه استثناء، فيه الصوفية والمتصوفة لما يذكروا في الليل، ولما يبوا يسهروا، ولما الحاجات هذه، وبيديروا حلقات الذكر، وبيديروا التعبد والاطلاع والآخره، الحاجات اللي يديروا فيها الصوفية في الليل كانوا ياخذوا في القهوة باش تنبههم وتعاونهم على الذكر. هذا موجود بدون شك وفي عليه نصوص هلبة.
لكن أنا غير هيك تفكرت حاجة توا والله خسارة ما عنديش الكتاب هذا، كتاب ابن قتادة أدب الكاتب، خليته في حوشي في ليبيا، قريته زمان لكن خليته في حوشي في ليبيا. ونتذكر قريت فيه نص صريح تكلم فيها على أصل كلمة قهوة، قال لغويا كلمة قهوة، وهذه رجعتها في لسان العرب صحيح كلامه، يعني القهوة كانت الخمر تسمى قهوة في اللغة العربية، كلمة قهوة المعنى الأصلي متاعها هو الخمر لأنها تقهي أي تذهب العقل، والعلماء زي ما قلت لكم حرموها بإجماع. وكلمة قهوة عند العرب القدامى تعني الخمر زي ما قلنا، واستمر المسلمين في تحريمها لقرون. يا أخي حتى النصارى أو المسيحيين كانوا يحرموا فيها صريحا، وكان يمنعوا فيها من التداول أروا إلى وقت قريب. وفي طبعا دوافع سياسية حتى هي للتحريم، ففرنسا مثلا شفت أنا بنفسي يعني نصوص تتكلم إلى عصر قريب رأى القرن 17-18 كان فيه دعوات هلبة لمقاطعة القهوة لأنها منتوج عثماني، طبعا بالمعنى أنه هو منتوج عثماني مسلم. يعني قضية المقاطعات الاقتصادية راهي مش جديدة، لما نقولوا مقاطعة إسرائيل ومقاطعة كذا، راهو حتى المسيحيين زمان لما كانوا مغلوبين على أمرهم كانوا يديروا في مقاطعات، وتصدر أوامر من الكنيسة نفسها بمقاطعة المنتوج المسلم اللي من ضمنها القهوة التركية. ما عليناش، حتى على الألبسة زمان راهو في بعض الألبسة كانوا يقلدوا فينا فيها، والعلماء متاعهم أو القساوسة متاعهم يمنعوا فيهم. فقضية المقاطعة والمنع وعدم التشبه بالآخر الأخير هي موجودة حتى عند النصارى أو المسيحيين. ما عليناش، على ذكر القهوة يعني عودة، هذا كله ذكرته على خاطر ذكرت القهوة، ولا خلي نولوا شوية ونتكلم على قهوة شيخ البلاد، قهوة الشيخ، قهوة سوق الترك، هذه كلها أسماء ترجع لنفس القهوة هذه. ضمن ما نقل عنها أنها تبيع القهوة بأنواعها، والقهوة نفسها تتخلط بالزهر، هذا على جيب هذه معي، وتتحلى هذه من الأشياء الغريبة ما نعرفش شنو السبب متاعها، تتحلى بمية جيها من المنشية، يعني زي ما تقول يدير بانجا توا اللي قلت توا يمشي للمنشية يجيب مية باش يطيب بها القهوة. راهو القهوة ما كانتش موجودة بشكل يعني اللي نشوفه فيه توا، تمشي سوبر ماركت وتشري قهوة، كانت القهوة غالية، فأنت كل ما تدير شوفوا حتى حجم الكشيك متاع السكر والقهوة يمشي بالأوقية، حجم صغير صغير لان خلاص. علاش؟ لأنها كانت غالية ومش كل حد يقدر يديرها، فلما ياخد القهوة ياخدها بالكشيك الصغير، الكشيك نفسه يكون نظيف ما يستعملش في حاجة تانية، المية اللي يستخدموها ما يقدرش يمشي ياخد المية مالغة ويستخدمها، لازم يمشي المية في بير معين في المنشية، لأنهم شكلهم جربوا هلبة أبيار وجربوا قهاوي هلبة وأماكن هلبة، عفوا أبار هلبة، فالقول البير هذا هو اللي يمشي معهم. المهم كانوا يحطوا معها في الهيل زي ما قلت والحبهان، وكانوا يعني القهوة متاع زمان يعني كان يدور فيها التعطير على فكرة، وزي ما قلنا القهوة تندار في اللوجاك بالطريقة التقليدية، قهوة حلوة، قهوة قد قد، قهوة سادة، قهوة بالوجه، قهوة بلا وجه، وحتى كل واحدة بروحها، اللي فيها الوجه اللي بالوجه تبي مكرج صغير ومفطح، اللي من غير وجه تبي مكرج من نوعية تانية طويل هداك. وأنواع قصدي فن القهوة راهي فن، مش أي حد يقدر يستخدمها، وما نكذبش عليكم أنا راهو نتمتع بريحة القهوة، وأنا شخصيا لم أشرب القهوة في حياتي، ما عمري حطيتها في فمي، ما عمري شربت قهوة لا هي ولا الشاهي، لكن المرحوم بوي الله يرحمه هذه القهوة والريحة متاعها تذكر فيها بالمرحوم الوالد، ينوض الصبح بعد صلاة قبل صلاة الفجر يدير المكرج متاعه ويولى على النار على القهوة متاعه، بعدين يمشي يولي الفجر يولي بعد النار هادية هيك وكذا، يلقى القهوة متاعه واتية، يعني لما يكمل صلاة تكون القهوة متاعه واتية ياخدها في الصبح هي هذيك. أنا شخصيا والله ما عمري شربت القهوة ولا أظن أني حنشربها، لكن تعجب فيها الريحة متاعها زي ما قلت. وطبعا في انحطاط في القهوة في أمريكا الشمالية، نسمع في أصدقائي هلبا أنا نمشي للقهاوي ولا نهدرز ولا حاجة، يقعد يقولوا لي شين هالقهوة هذه متاعهم المسكسكة، قهوة ما فيهاش طعمة، قهوة كذا، محل القهوة التركية، محل القهوة الليبية. وفعلا الليبيين راهو زي ما بنشوف الحلقة الجاية عندنا راهو باريستات مشهورين هلبة هلبة في ليبيا زمان، وحنلبس على فكرة طاقية متاع واحد منهم في الحلقة الجاية، لأن أنا هيك عاشق للحاجات هذه، ونجمع في التاريخ الليبي
عن طريق زيارة الأماكن ونعرف الشخصيات ونمشي نتلاقى معهم، وهذا حيبان في الحلقة الجاية. بقول إن الليبيين معروفين في العالم بتطيبهم للقهوة والقهوة متاعهم الراقية، بجديات نسمع من هلبة أصدقاء يدوروا العالم ويقول لك أنا شفت القهوة الفلانية، القهوة الفلانية، مشيت للبلد الفلاني، لكن ما فيش أحلى وأحسن من القهوة الليبية. والليبيين طبعا تعلموا عن طريق يا إما الأتراك مباشرة أو بعدها تعلموا من أسياد القهوة في العالم الآن اللي هم الطليان. معنى الطليان رأوا فتحوا القهوة بعد ليبيا. وأقدم نص يتكلم عليه قهوة في إيطاليا كان في فينيسيا 1625 حاجة زي كيفا، احتمال كبير جدا أن القهوة في ليبيا أقدم منها. على أي حال، القهوة زمان ما كانتش تبيع في القهوة بس صراحة، وكانت تبيع في القهوة، وكان من الحاجات اللي يبيعوا فيها الليمونادة. عارفكم تقولوا لي شن هي الليمونادة؟ الليمونادة هي كلمة موجودة في طرابلس من العهد العثماني الثاني، وفيه نصوص صريحة تتكلم عن بيع الليمونادة، منها كتاب الفقيه حسن هيك بجديات بالاسم الليمونادة. ويا أخي حتى تتكلم عن الليمونادة مخلطة باللوز ورق النعناع وغيرها. واللي مشي منكم طبعا لتونس بعد جامع الزيتونة، حتى اليوم أنا في 2000 آخر مرة مشيت ممكن 8-9 سنين فات مشيت لتونس، يلقى محل يلقى يدير فيه في لليوم يدير فيها الليمونادة بتاعت اللوز هذه زي ما كانت تندار في قهوة الشيخ. وأنا كنت طبعا ديما حريص لما نمشي لتونس نمشي للقهوة هذه باش نشرب الليمونادة هذه أتذكر فيها بالتاريخ الليبي القديم وقهوة الشيخ. تعرفوا معليش معلومة جانبية، راهو الإنسان لما يتعلم ويعرف تاريخ الحاجة يتلدد ويتمتع بها بطريقة غير الإنسان اللي هيك قهوة ليمونادة وخودها وديرها. لكن لما تعرف الحاجة ترى في ناس متفننين فيها، عمي محمد سيالة أنا شخصيا مشيت وجبت لها الطحانة هذه اللي تطحن في القهوة هذه الصغيرة، الطحونة متاع القهوة الصغيرة اللي يدير فيها في الكويت، هذا يجمع فيهم ومهتم بهم ويعرف تاريخهم ويعرف الحاجات متاعهم. فحتى التمتع والتلدد بالقهوة مع وجود المعلومة تكون أكثر وأحلى. المهم يعني من ضمن الحاجات اللي في قهوة الشيخ هذه قلنا الليمونادة، الليمونادة هذه موجودة حتى هي في تونس زي ما قلت لكم، ومن ضمنها تنباع الحلاوات. هنا قالها الفقيه حسن لك ما حددش الحلاوات شي هي، لكن احنا نعرفوا نصوص من أماكن وأوقات متأخرة نوعا ما أن الليبيين كانوا يأكلوا في الحلاوات التركية وما تغيرت شراء هلبة من العهد العثماني لهذاك الوقت، منها اللي تتباع في القهوة العثمانية زي الحلقوم اللي يقولوا لها الأتراك لقوم، زي قلب اللوز، زي البكلاوة ولا البكلافا على قولت الكرديش هذا. المهم من ضمن الحاجات اللي تندار كذلك في الشتاء السحلب، وطبعا احسن السحلب عندنا احنا منطقه الجبل اللي يديروا فيه بشكل رهيب، طبعا الصقع والحاجات هذه على الاقل انا بنكون من حاز توا لاني شربته طول عمري وانا صغير كنت نشرب فيه يعني لما كنت عند حنايه الله يرحمه. يعني حنتكلموا على السحلب وانواعه لما بنجول للقهاوي في عصر متاخر شويه زي قهوه الارميني محمد الابيض في المدينة القديمة، قهوة الحاج عيسى يونس الجادوي في باب البحر واللي بنولو لهم بعدين وغيرهم في الحلقات الجاية. به ما عليناش، نلقوا نصوص كذلك تتكلم على التيه. التيه تعرفوا هذه هي الكلمة اللي يقولوا فيها الليبيين زمان للشاهي لعند راو بداية الاحتلال الإيطالي. التيه ولا التيه هو الاسم، وموجود على فكرة لتوا عند أخوتنا فخدامس وجماعة الجنوب يقولوا للتاي ما يقولوا لاش الشاهي. الشاهي غلبت عليها اللي نقولوا فيها في التلفزيون وفي الراديو وغيرها، لكن راه مش هي كلمة اللي كانت متداولة عندنا. وكلمة الشاهي أو الشاي في اللغة العربية الشاي من غير الهاء، احنا اللي بين ضفنا لها الهاء، وطبعا فيه اللي يتفلسف ويقول لك الهاء لأنها من الشهية ويفتح الشهية وإلى آخره، لكن هذا كلام قصدي بعيد لغويا. على أي حال، غالبا الكلمة جتنا عن طريق العثمانيين، جاي شاي تشاي إلى آخره، واللي اخذوها من دورهم من الكانتينيز في اللغة التركية الصينية. المهم لما ندير حلقة الشاهي نعدكم نتكلم عليها بإسهاب، وأنا أصلا درت حلقة على الشاهي في جبل نفوسة حلقة راديو زمان، ربما يلقاها بعضكم في يوتيوب. طبعا من ضمن الحاجات اللي نلقوها في القهاوي زمان ما تكونش قهوة قهوة لعند ما يكون فيه الأرجيلة ولا شرب الشيشة.
طبعا اني سامحوني يعني لازم اقول لك لماذا انا ما انصحش بها شرب الشيشه نهائيا. اول لكونها حرام هذا من غير اي كلام، وهي أسوأ اصلا من السجائر يعني او من الدخان، واكثر يا اخي حتى ادمانا منه، لان الرائحه متاعها رائحه حلوه وكل شيء، فالناس يدمن عليها بسهوله. من ضمن الحاجات كذلك كانوا يلعبوا في الضامه، تسمعوا فيها. الضامة كانت من الحاجات اللي تلتعب في القهاوي، زيها زي النرد، زي الكارتة. الكارتة الليبية القديمة اسمه، حندير حلقة عن تاريخ اللعب الليبية القديمة، وانا ابو عشرة وتشة تشة وفليي والكارتة عندنا كارتة ليبية قبل ما جينا الكارتة الطليانية اللي هي استبدلناها بعدين بالكارتة اللي هي سكوبا، وين نقول لها معاش موجودة حتى ليبين تقول لو تسأل أي حد وتوري لهم الكارتة الطليانية ما يعرفوهاش، لكن فيه كارتة للكارتة اللي مشهورة توا في ليبيا هي الكارتة الفرنسوية، هذه اللي فيها الدبان وفيها الكبي ومش عارف شنو هو والأليتي حال. حندير حلقة على الألعاب هذه بتاع لعشاق ألعاب الطاولة. أنا شخصياً والله نتمتع بألعاب الطاولة هذه هلبة، ونلعب فيها مع صغاري هلبة. المهم على قهوة الشيخ، من دمح نيم تكلمنا هلبة على قهوة الشيخ وشو فيها وشو ما فيها وشو الحاجات اللي كانوا فيها. في خبرين غريبين شوية على قهوة، شوية على قهوة الشيخ أو قهوة البلاد، شيخ البلاد. واحد يتكلم على مبيت القهوة، فيه نص موجود يتكلم أن الناس تبات في القهوة. يعني هل هي كانت عملية مؤقتة المبيت هادي، مثلا تأخروا في السهرية وباتوا في مطرحهم، خصوصا نعرف أن بالإضافة للكراسي اللي جابوهم من مالطا في فترة متأخرة كان فيه طارمات وكان فيها عليهم نادير، وهذه وصلتنا في رسالة ذكرها الفقيه حسن، قال سامحوني مقابل 5 بقرات تاجورية استوردوا من مالطا حاجات من ضمنها الكمبير. الكمبير هي الطارمة والأريكة ولا الصالون على الطريقة القديمة اللي فيها مندار، هذه مريحة للنوم. فهل كان مثلا الناس يرقدوا في القهوة كانوا ما عندهمش مكان يباتوا فيه وما فيش فندق ولا حاجة، الله أعلم. فالمهم من ضمن الأشياء الغريبة المذكورة على قهوة الشيخ هذه أن فيها من يبيت فيها. والغريب من هذا كذلك على فكرة فيه نصوص تذكرهم الفقيه حسن وتكلم عليهم بإسهاب أكثر من مرة، على الأقل مرتين أنا لقيتهم يتكلم أن صار فيها حبس، فيه اللي ينحبس ويتشد ويرتبط على الأعمدة متاع أي حاجة تانية نعرفها، القهونة في أعمدة انشدوا فيها المجرمين وخارطين عليه طاعة الوالي ولا الباشا المهم، ولا حتى عليه طاعة شيخ البلاد. وعندنا على الأقل زي ما قلت وثيقتين يتكلموا عليه هذا. هل يعني علاش يحبسوا فيهم غادي؟ هل المقصود مثلا الإدلال الشخص يعني في سوق الترك مكان جدا متحرك من ناس وإلى آخره، فيه البراح فيه الناس تخش وتطلع، باش هل مثلا باش يمعن في إدلال الشخص هذا ويعتبروا منه، ولا الباشا يبي يخوف الناس؟ الله أعلم. لكن فيه نصوص تتكلم إنه ينحبسوا فيه الناس ويتوتقوا وينحبسوا فيه. المهم والله تقريبا هذا كل اللي عندي على قهوة شيخ البلاد اللي هي أقدم قهوة على الإطلاق في ليبيا، واللي زي ما قلت في الغالب الأعم راهي في الغالب الأعم بدت بدايات دخول العثمانيين ليبيا أو اللي بعدها بشوية طبعا، ولكن النص الثابت اللي ذكرناه هو للقناه عليه حادثة الساقزلي اللي هي في 20 نوفمبر 1662. احنا غير 1662 يكفينا، يعني لو تفكروا فيها مد يعني 1662 احنا في 2020 يعني ما يقارب 350 سنة، يعني راهو مدة مش شوية يعني عرفتوا. لو قارناها بجديات لو فيه يعني حد يتبنى القهوة هذه متاع سوق الترك وينجاب لها ويجمع لها كل النصوص الوثائق، أنا ما عنديش كل الوثائق لكن متأكد أن الدولة عندها طريقة تجمع كل الوثائق هذه وتجمع كيف كانت شكلها وشين كان فصلها وشين الحاجات المرتبطة بها ويعاودوا يبنوها. مش لازم راه الدولة، ممكن تكون حتى شركة يعني على الطريقة القديمة. وحقيقة الدول اللي تحترم في تاريخها ما يديروش تاريخ من لا شيء، يقعد يراجع ويشوف النصوص هذه، المعالم المميزة بلادهم زي المعالم المميزة مدينة طرابلس، القهوة هذه كأقدم قهوة في ليبيا. لكن طبعا مشروع يبي ناس قلبها على البلاد، فيه هلبة قهاوي هكي ممكن نعود إحياها وتعطى لشركات خاصة لإدارتها وتدوير عجلتها الاقتصادية السياحية بتاع ليبيا. يعني
حتى العجلة الاقتصادية الداخلية باهي معليش قهوة البلاد مش هي الوحيدة اللي كانت راه كان فيه قهوي هلبة معها ذكرها الفقيه حسن وغيرها ونلقوا نصوص على محلات تانية زي القهوي المهم اللي بنقولها في الحلقات الجاية لكن يعني الفقيه حسن قهوي ذكرها من 350 سنة ونتكلموا على العهد العثماني والعهد القرماني كذلك في من عهد أحمد باشا لعند نهاية القرمانيين وبداية العثمانيين في العهد الثاني نلقوا خبر عليه تهديم مبنى مثلا قهوة بجنب الجمارك العثمانية زمان في باب حر وبعدها نلقوا نص نفس القهوة اتفتحت أبوابها من جديد للزبائن بحلة جديدة شوف يعني نص يتكلم في على افتتاح قهوة كانت تهدمت بعدين فيه نص ثاني يتكلم عليها انفتحت من جديد وجابوا لها عليه القهوة هذه انفتحت بتاريخ 25 يوليو 1830 هذه نهاية العهد القرمالي على فكرة 31 أوينة 1830 حلت قهوة التركي هذه مرة ثانية احنا نحكوا هنا على 140 سنة فاتت والقهوة هذه يملكها الحاج عبد الله التركي معناها فيه قهوة الشيخ وقهوة التركي اللي كانت موجودة وتهدمت وتعاودت بناءها احنا نتكلم النص هذا متاع 85 1805 و 1830 نتكلم عليه نص يتكلم عليه إعادة فتحها بمعنى ان هي كانت موجودة قبلها الله يعلم قداش من سنين وغالبا هي نفسها قهوة عبد الله التركي اللي كانت في شارع الوادي الى وقت قريب في ميدان قريبة من ميدان الشهداء واللي تهدمت في عهد القدافي وانا باش يوسعوا الميدان وتكلم عليها بشير عريبي في الفن والمسرح في ليبيا به وفيه قهوة لقيت عليها نصوص وقال لي عليها شخص مالطي كبير في العمر من سكان المدينة القديمة من سكان طرابلس القدامى وأسرته كانت تسكن في طرابلس من 350 سنة الشخص اسمه إريك زوباردي ما زال شيباني كبير ما زال مقيم في أستراليا ويتكلم ليبي صافي قال لي هو نفسه لما درت معاه لقاء سجلت عليه معلومات قال لي كان جدي الأول يملك قهوة في وسعاية السيدة مريم النصوص بتاع فقيه حسن هيكني بالصدفة لقيت نصوص في فقيه حسن يقول قهوة الوسعاية تكلم عليها أكثر من مرة لما يتكلم على القنابل اللي تطيح من العثمانيين اللي يضربوا في القرمانيين تكلم على قهوة الوسعاية قريب على قهوة الوسعاية ضربت قهوة الوسعاية في محلة باب حر قدام الكنيسة يعني غالبا ان هي نفسها قهوة المالطي هذا اللي تكلمتكم عليه زوباردي وعلى فكرة انا بندير وانا ذكرت هذا اكثر مرة حلقة عن الليبيين اللي احنا ما نعتبروش فيهم ليبيين زي المالطية وغيرهم وندرت لقاءات هلبا موسعة من ليبيين يهود ومالطية والاخره باش نتكلم على طريق طرابلس فيه قهوة تانيات زي قهوة سير جب بن علي قاسم وهذه ما نعرفوش بالتحديد وين كانت لكن اتكلم عليها الفقيه حسن في معرض حديثها عليه واحد قهواجي يعني يخدم في قهوة رجب قاسم هذا واللي سماه حسن الجمالي أظني أو ولد الأسطى أحمد الجمالي في قهوة تانية ما نعرفوش عليها هلبة زي قهوة الحصار والقهوة العالية تكلم عليها في حتى هو في معرض الحرب يعني وقال كانت في سوق الخضرة هذه قهوة شو اسمه القهوة العالية يقول على اتقال في سوق الخضرة وبرا السور طرابلس مش بعيد كان فيه قهوة في المنشية مش مذكورة بالاسم لكن حددوا مكانها بأنها احدى ثانية القنصل يعني بجنب القنصلية الإنجليزية متاعت المنشية واللي معروفة المهم أكيد فيه غيرها هلبة من القهاوي اللي مش مذكورات في نصوص وما وصلتناش عليهم أخبارهم المهم لعند نهاية العهد القرمالي هذه القهاوي اللي وصلتنا أخبارهم بجديات لو تفكروا في الموضوع القهاوي راهي بجديات قديمة في بلادنا ولها قيمة تاريخية ولها قيمة تراثية يعني أنا مشيت لمصر أكثر من مرة وأكثركم مشي لمصر ويعرف معذرة والله في القاهرة مثلا ديما يفتخروا بمقهى أقدم مقهى في تاريخ القاهرة اللي هي مقهى الفيشاوي أكتركم يسمعوا بها ولا قهوة الفيشاوي لو تمشوا مكتوب عليها تأسست سنة 1779 يعني احنا بالحسبة هذه بطريقة بسيطة بس يعني قهوة الشيخ في طرابلس قلنا قهوة الفيشاوي في مصر في القاهرة 1779 قهوة الشيخ في طرابلس في حسبة بسيطة قبلها مفتوحة قبلها 1107 سنين 107 سنين قبل قهوة الفيشاوي هذه اللي هي قهوة شيخ البلاد
يعني راهو تاريخ بلادنا تاريخ عريق جدا بكل معنى الكلمة. للأسف انتكبت بلادنا عدة نكبات واحدة بعد الثانية، وآخرتها نكبة 40 سنة من التدمير. على فكرة القهوة راهو كانت زمان عمرة نادرة، ومش كل حد يجيبها، لدرجة أن الفقيه يعني حسن الله يرحمه كان كل ما يعزم حد على شربة قهوة يذكرها في المذكرات متاعها، بمن هي يعني قصدي ممكن يذكرها مرة اثنين لكن مش كل مرة، دليل أنها هي حاجة كبيرة كانت. وعلى فكرة من ضمن الهدايا اللي قدموا فيهم الباشوات للوفود الأجنبية هي القهوة، ومن الحاجات الطريفة أن واحد أخنب قرطاس قهوة وداروا عليه تدويرة كبيرة وقوية، تدويرة باهية مظبوط، ولقوه واحد تركي وحاكموه وبهدلوه على عمل تهادي اللي هي خنبة قرطاس قهوة. يوسف باشا على فكرة كان مخصص صالون خاص بالقهوة في القلعة، يعني كانت حاجة فخمة زمان القهوة، احنا ناخدوا فيها نمشي ناخدوها بقدر حقها ونروحوا بها، لكن القهوة راهو كانت حاجة كبيرة بكر. يعني نلقوا يا أخي حتى تركات ووصايا لناس يعني قريب يموتوا ولا حاجة زي هيك، يذكروا من الوصايا متاعهم قرطاس القهوة ولا قداش يملكوا من القهوة وقداش بيخلوا منها لأولادهم. لهنا بنوقف، وفي الحلقة الجاية خلوني نتكلم عن المقاهي في نهاية العهد العثماني، واللي معنيني بديت هنا بقهوة الشيخ لأهميتها وأقدمها اللي هي أقدمها في ليبيا، مع أنها تسكرت في فترات متقطعة وعاودت وولت الوجود، كان فيه قهوة مهمة تتكلم عليهم أو تكلم عليهم بعض المؤرخين ووسطنا أخبارهم، كونهم استمروا لعند العهد العثماني الثاني، بل حتى بعضهم وصل استمر لعند العهد الإيطالي. ولعند هنا حنستأذن منكم ونولوا لبقية تاريخ المقاهي في ليبيا من خلال النصوص اللي وصلت لنا عند ما نوصلوا لشهود عيان حضروا المراحل الأولى قبل النكبة اللي صابت بلادنا للأسف لأربعين سنة، نصها الأول قضي عليه المقاهي التاريخية للأسف يعني، بعدين وانا ازدهرت المقاهي في ليبيا، وحنتكلموا حتى على المقاهي الحديثة وأهمها واللي هي تضاهي مقاهي أجنبية هلبة. صحيتي وربي يبارك فيكم، ومعذر على الإطالة، لكن أنا نحب الحاجات متاع بلادنا وتاريخ بلادنا، بالأخص الحاجات هذه اللي ما يتكلم عليها حد، وراه بلادنا زي ما قلت مملوءة بالتاريخ. تحياتي لكم.